أنا عارفة إنه بقيادتك وعلى مدار سنين فاتوا شركة IBM عملت شراكات حقيقية مع الدولة المصرية علشان التمكين في النقطة دي تحديدا. أنتوا لأي مدى مصدقين إنه التحول الرقمي محتاج ناس وكوادر نقدر نجهزها، وإلى أي مدى عندنا فعلا قابلية واستعداد من الكوادر اللي على مدار السنين اللي فاتت كنت جزء من إنها تظهر للنور؟ IBM بقالها في مصر من سنة 54، وهي الحقيقة يعني احنا فخورين وسعداء ان احنا كنا دايما شريك استراتيجي وبنتعاون مع الحكومة المصرية في مشاريع كتيرة قوي قومية ووطنية، ومنها مشروع الرقم القومي مثلا، واخيرا مشروع ميكنة الضرائب المصرية مع وزارة المالية، ميكنة صوامع القمح مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. هي كلها مشاريع الحقيقة حيوية وبتساعد على يعني التحول الرقمي في مجالات كتيره جدا، بتمس المواطن المصري كمان كده. الميكنه احنا بنفهمها بشكل تاني، بنفهمها انها صناعه، لكن الميكنه في مجال التكنولوجي معناها ايه؟ معناها ان انت بتحطي بروسيسز، بتعملي اوتوميشن لحاجات معينه عشان تساعدك تاخدي قرارات مختلفه، تسهلي على المواطن المصري ان هو يعمل اي حاجه، التعامل مع التعاملات مع يعني البنيه الرقميه والديجيتال انترفيس بتاع حاجات كتيره قوي، انه مثلا يطلع رخصه. عشان الكلام ده يحصل بقى انت محتاجه ان انت يبقى عندك تنميه للكوادر البشريه. الكوادر البشريه دي ممكن تبقى على ليفل الشباب اللي لسه يعني عنده بيامل ان هو يلتحق بسوق العمل في مجالات مختلفه جديده، ويخدم مش بس السوق المصري، يخدم السوق المصري ويشتغل من مصر في السوق العالمي. اشتغل من مصر في السوق العالمي. طبعا لازم اسالك عن الهجره الملحوظه لكوادر متخصصه جدا في مجال انا عايزه اقول للناس انتوا هنا في بلدكم انتوا اقوى بكتير جدا، وهتقدروا توصلوا المتخصصين وهتقدروا توصلوا للعالميه وانتوا هنا، وهتعملوا يعني الفلوس اللي انتوا هتعملوها هناك هتعملوها هنا. واللي انا عايزه اقوله لك انه الحكومه في نفس الوقت بتشجع الاستثمار وال يعني الكاباسيتي بيلدينج وبناء المهارات بناء المهارات للشباب دي من الشركات العالميه، منها IBM وشركات تانية كتيره اللي بتفتح في مصر، عشان ان احنا نبني الكوادر بتاعه. يعني هي محتاجه قرار من الشخص المتخصص اللي بيشتغل في المجال ده، ولا يعني هشاركك بتجربه الهند، وهي واحده من التجارب المشهوره جدا في انه اشطر واشهر مبرمجين في العالم موجودين في الهند، وهم مصدر من مصادر الدخل القومي. ينفع نوصل لده؟ طبعا ينفع. طبعا ينفع. وبعدين المبادرات اللي الحكومه المصريه بتعلن عنها، سواء احنا كان عندنا مبادره بنات مصر الرقميه مع وزاره الاتصالات، ومضينا قريب دلوقتي كمان مبادره ثانيه اللي هي اشبال مصر الرقميه، وده للفئه العمريه اللي هي من 13 ل 18 سنه. مبسوطه قوي بتوجهكم للفئه الاصغر. يعني احنا عندنا في IBM مثلا شاركنا مع في المبادره دي مع وزاره الاتصالات على البلاتفورم او المنصه بتاعت IBM سكيلز بيلد، ودي حاجه بتخلي المتدرب يعني الطلبه والمدربين نفسهم ياخدوا شهادات معتمده من IBM في مجالات مختلفه، سواء تكنيكال سكيلز في الارتفيشال انتليجنس او يعني الهايبرد سكيورتي او وكل الحاجات اللي هي المجالات الجديده والهايبرد كلاود وكل التكنولوجيز دي، والسوفت سكيلز اللي هي ازاي ان انت تعمل برزنتيشن سكيلز، ازاي ان انت تبقى عندك يعني تواصل مع العالم الخارجي بالطرق الجديده يعني.